مشاهدينا الكرام، بجد التحية مرة تانية لحضراتكم. وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحيات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. مشرفنا ومنورنا النهاردة في الاستوديو الكاتب الصحفي والباحث السياسي أستاذ جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم على حضرتك، وبسعد دايما إن أنا بكون مع حضرتك. شرف لينا. أهلا بكل سادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. خلونا نبدأ جولتنا أكيد مع خبر استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح بقصر الاتحادية بيدرو سانشيز رئيس حكومة مملكة إسبانيا. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. رحب الرئيس برئيس الحكومة الإسبانية مشيرا إلى ما تعكسه هذه الزيارة من التزام الجانبين باستمرار العمل على توطيد العلاقات القوية بينهما والممتدة عبر ضفتي المتوسط، خاصة بعد حالة قوة الدفع التي شهدتها تلك العلاقات في أعقاب زيارة الرئيس لإسبانيا في عام 2015. وأكد سيادته حرص مصر على استمرار التنسيق الوثيق ودفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية لما فيه صالح الدولتين والشعبين الصديقين. من جانبه أعرب رئيس الحكومة الإسبانية عن سعادته بزيارة مصر وتقديره لحفاوة الاستقبال، وأكد على عمق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلادي للعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط، بالإضافة إلى دورها الحيوي بقيادة السيد الرئيس في مكافحة ظاهرة الهجرة الغير شرعية عبر المتوسط، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والتعايش واحترام حرية العقيدة. خليني أبدأ الأول من العلاقات المصرية الإسبانية، وخاصة زي ما قلنا أن إسبانيا دولة لها حضارة عريقة والحقيقة هي من الدول الرائعة. يعني الرئيس بدأ زيارة إسبانيا في 2015 وكان في تأكيد لأواصر التعاون، بس الحقيقة أنا امبارح لاحظت أن سيادته كان محدد وكمان رئيس حكومة إسبانيا كان محدد، وواضح العزم والنية. يعني هو مش فكرة ان احنا جايين وهنعمل مذكرات لا، هو الموضوع كان محدد في نقاط معينة، احنا هنعمل لجنة، هنعمل كذا، هنعمل. شايف الزيارة ازاي؟ بالتأكيد زي ما حضرتك قلتي، العلاقات المصرية الإسبانية علاقات مميزة وممتدة طبعا يعني عبر التاريخ، وهناك أواصر ثقافية وشعبية وسياسية واقتصادية كبيرة جدا. صحيح. وبالتأكيد كما برضو حضرتك أشارتي، زيارة 2015 للسيد الرئيس إلى إسبانيا كانت نقطة انطلاق للعلاقات المصرية الأسبانية، ووجدنا ثمار هذه الزيارة ينطبع اقتصاديا. هناك تطور اقتصادي ملحوظ بعد 2015 في العلاقات ما بين مصر وأسبانيا، ولكن بالفعل هذه الزيارة محددة الأهداف، لها أجندة واضحة المعالم، ومخرجاتها أيضا لها انطباع إيجابي على كل المتابعين، وأيضا على مجتمع المال والأعمال، وأيضا على الحكومة المصرية والأسبانية. بنتحدث عن أيضا تبادل تجاري بيتجاوز 2 مليار يورو، نتحدث عن تجديد للبروتوكول الخاص بالتعاون ما بين مصر وأسبانيا بقيمة 400 مليون يورو، نتحدث أيضا عن انفتاح في مجالات اقتصادية جديدة زي السياحة ومجالات أخرى. أسبانيا شريك اقتصادي مهم للغاية للدولة المصرية، خاصة في مجالات مصر هي في حاجة إليها زي مجال الطاقة النظيفة الذي أصبح الآن محور اهتمام الدولة المصرية. أنا لاحظت امبارح رئيس الحكومة بيتحدث عن قدرة إسبانيا على فكرة محطات تحلية المياه ومعالجة المياه، يعني هو لمح لهذه النقطة. بالتأكيد، وهي بالفعل شريك مع الدولة المصرية في بعض مشروعات تحلية المياه، وإسبانيا لديها تجربة رائدة في هذا المجال. كل دول المتوسط لديها تجارب في المجر، كان فيها المجر بالظبط كان برضو عايز يتعاون في مجال تحلية المياه ومحطات تحلية المياه، وبالتالي احنا بنتكلم على تجارب أوروبية مهمة جدا، ولكن إسبانيا بالتحديد لها تجارب مميزة في تحلية المياه، في الطاقة المتجددة خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأيضا ما يتعلق بالصادرات الزراعية، البرتقال والزيتون، وهذه صادرات مصرية مهمة للغاية. وأيضا الصادرات المصرية من البرتقال الآن والموالح بتتصدر الآن الصادرات العالمية، وبالتالي أيضا التعاون في هذا الأمر مهم. أيضا تجربة مهمة في الصوب الزراعية. صحيح. إسبانيا لديها أيضا تجربة مميزة في هذا النطاق، وبالتالي عشان كده بنقول إيه، بنقول إن التجربة الإسبانية متماشية مع التجربة المصرية من حيث التعاون في مجالات محددة، وأيضا لها نفع على الداخل المصري. وهنا عشان دايما الشارع بيسأل، هو ما ثمار هذه العلاقات
الدولية، وما ثمار أننا نحدث هذه العلاقات الإقليمية مع دول المتوسط أو دول أفريقية أو دول أوروبية، إنك بتستطيع أن تستفيد من هذه التجارب في مخرجات التنمية في الداخل المصري. وده حتى هتلاقيه لما أنت عملت علاقات جيدة مع اليونان وقبرص، صحيح. أصبح عندك الآن مخرج من الغاز جيد جدا. لما عملت علاقات جيدة أيضا مع الأردن والعراق بتجد الآن ربط كهربائي، بتجد أطر للتعاون الاقتصادي. إذن هذه العلاقات الخارجية والإقليمية لها عوائد اقتصادية مهمة جدا على الداخل المصري. نرجع تاني لأسبانيا. أسبانيا كما قلنا هي شريك اقتصادي مهم وأيضا شريك سياسي مهم، لأنها أيضا بتتفق مع مصر في الكثير من الرؤى السياسية، سواء فيما يتعلق بمجابهة الإرهاب، مجابهة الهجرة الغير شرعية، أيضا أمن واستقرار منطقة بحر المتوسط. ويمكن أسبانيا كانت أيضا بتستضيف منذ فترة قريبة يعني منتدى خاص بدول المتوسط، ولها رؤية واضحة في دعم الاستقرار والسلم الإقليمي في هذا النطاق الجغرافي المهم الذي يشهد الكثير من التوترات، يعني الضفة الجنوبية سواء ما يتعلق بالجانب الليبي وأيضا القضايا الأخرى في هذا النطاق من هجرة وتدفق الإرهابيين وإلى ذلك، كلها أمور بتشغل. هي واضح أن قضية يعني أو من المؤكد أن قضية الهجرة الغير شرعية بتؤرق دول الاتحاد الأوروبي أو دول شمال المتوسط بشكل كبير جدا، واضح أن هم لمسوا أن مصر ليها دور في مسألة تخفيف حدة الهجرة الغير شرعية لدول أوروبا. لها تجربة كمان رائدة، نتكلم على أن ما فيش أي تدفقات للاجئين أو الهجرة الغير شرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016. بنتكلم أن مصر اعتمدت في هذه التجربة على التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، صحيح. بشكل واضح وشفاف، وأيضا مثل نموذج يحتذى به. الجميع يتحدث عن التجربة المصرية. أيضا مصر لم تستخدم هذه الورقة كملف ابتزاز سياسي، وهذا ينم عن الشرف في التعامل مع المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي. مصر لم تستخدم هذه الورقة على الإطلاق يعني ضغط على أو المساومات أو إلى ذلك، ولكن تحملت أعباء كبيرة جدا في ظل ظروف اصلا مصر بتعاني منها. يعني انت بتتكلم على اصلاح اقتصادي، بتتكلم على ظروف اقتصاديه اصلا بتموج بالمنطقه بشكل عام، وبالتالي برغم هذا انت بتستضيف اكثر من 6 مليون يعني احنا بنسميهم اشقاء، ما بنسميهمش لاجئين، ما فيش مخيمات للاجئين على الاراضي المصريه، وايضا في نفس الوقت انت بتحصن السواحل المصريه من اي محاولات للهجره الغير شرعيه، وبالتالي هي تجربه مهمه جدا، والجميع يتحدث مع مصر من هذا المنطلق. ايضا عندما أنظر إلى زيارة رئيس الوزراء الأسباني إلى القاهرة أراها في خضم ما يحدث من حراك أوروبي تجاه القاهرة. يعني لما نيجي نبص نشوف مثلا المحطات الأوروبية في الدبلوماسية المصرية خلال الشهر الماضي، هنجد المجر، هنجد باريس، هنجد إنجلترا، هنجد العديد من التحركات المصرية تجاه الكثير من المناطق الأوروبية، التعاون مع الفيشجراد، يعني صحيح. تنشيط وتدعيم الترويكا المتوسطية مصر واليونان وقبرص. إذن هناك دعم قوي جدا للعلاقات المصرية الأوروبية سواء من خلال الإدارة المصرية أو حتى من خلال الشريك الأوروبي. ده له عدة أسباب في الحقيقة. السبب الأول أن الشريك الأوروبي بيرى الآن أن مصر نقطة الاستقرار في المنطقة، وبالتالي هي السوق الأأمن للدخول إلى المنطقة الأفريقية والمنطقة العربية، وبالتالي يجب الاعتماد على مصر للنفاذ إلى أفريقيا والسوق العربية، خصوصا أن كما قلنا كما وضحنا أن هي المنطقة الأكثر استقرارا، وأيضا لديها البنية التحتية التي تؤهل إلى هذا الأمر، في موانئ، في دعم لوجستي، في بنية تحتية طرق وكباري وسائل نقل، وأيضا في استقرار أمني. أيضا أمر آخر، المتغير الحادث في الداخل الأوروبي الآن بيجعل أوروبا تبحث عن الشركاء الامنين. يعني بنتكلم على خروج انجلترا من الاتحاد الاوروبي، نتحدث عن صراع ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين الصين، بيجعل اوروبا في موقف حرج في التعامل مع الشركاء الكبار في العالم، وبالتالي هي بتبحث عن الاسواق الاكثر امانا. ايه الاسواق الاكثر امانا واللي المستهلك بتاعها شغال طول الوقت؟ هو السوق الافريقي والسوق العربي، وبالتالي مصر الان مميزه سواء من خلال استقرارها الداخلي او من خلال ما حققته من بنيه تحتيه او من خلال ايضا استقرارها في يعني الشراكات. يعني كل من يأتي إلى القاهرة لإحداث شراكة هناك التزام مصري بهذه الشراكة، وهذا وجدناه في كافة القضايا وفي كافة العلاقات مع الدول التي أحدثت معها مصر شراكات منذ عام 2014، كلها عوامل جذب للدولة المصرية. والحراك الأوروبي للدولة المصرية مؤخرا بيؤكد على أن مصر بالفعل حققت نموذج تنموي رائد في المنطقة.
خلينا نروح لخبر آخر. كشف أن صادرات الغاز المسال بتحقق النمو الأعلى عالميا آخر 3 شهور. رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء التطور الكبير الحادث في صادرات الغاز الطبيعي المسال المصري، واللي وصل إلى 1 مليون طن خلال الربع الثالث من 2021، وبمعدل نمو سنوي وصل ل 900%. بلغ حجم صادرات مصر من محطة دمياط للإسالة 1.6 مليون منذ عودتها للعمل في فبراير من 2021، واللي بيصل حجم الطاقة الاستيعابية لها حوالي 5 مليون طن في السنة. جاءت الهند كأهم الدول المستقبلة لشحنات الغاز الطبيعي المسال من محطة دمياط بنحو 430 ألف طن، وفي المرتبة الثانية باكستان بنحو 380 ألف طن. الخبر ده وبالارقام، وانا دايما احنا بنهتم لما بيحصل انفجراف مثلا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ان احنا بنتكلم بالارقام اللي هو بقى ما فيهاش هزار يعني. فالنهارده الارقام واضحه وصريحه وبتعكس الحقيقه ان في تخطيط في الدوله، ان احنا هنرجع محطه كذا بتطلع كذا، هنودي يعني فكره التخطيط للدوله المصريه خاصه فيما يتعلق بمساله الغاز الطبيعي. يمكن انا هذا الخبر مرتبط بالخبر اللي قبليه برضه، ده ثمار العلاقات الدوليه والاقليميه المميزه. صحيح. بنتكلم على ده الثمار يعني لما الرئيس راح وكلنا كنا بنقول هو رايح يعمل ايه في اليونان وقبرص يعني ايه الدول دي، ما الدول دي فقيره هو رايح، واحنا كنا ساعتها يعني ده التكامل الاقليمي. صحيح. ده انك تقدر تستخدم ادوات الدبلوماسيه لتحقيق ثمار اقتصاديه، وده كما كنا نتحدث عن اسبانيا نتحدث عن اليونان وقبرص. صحيح. ان بتتكلم على ليه مصر بتتحرك اقليميا، بتتحرك اقليميا لحصد ثمار اقتصاديه للداخل المصري. صحيح. عندما تحدث الرئيس ان مصر سوف تصبح مركز اقليمي للطاقة لم يكن حلما، ولكنه كان واقعا يتحقق على ارض الواقع. صحيح. مصر لديها بنيه تحتيه سواء قديمه تجددت وتم تعظيم الاستفاده منها، او حتى بنيه تحتيه جديده الان يتم استحداثها، اهلت مصر الان للعب هذا الدور. لما نجد ان المستوردين من باكستان ومن الهند، يعني كنا الاول بنتكلم ده احنا هندي الغاز لدول اوروبا الوسطى، ندي الغاز لدول اوروبا الغربيه، ولكن كمان ده مصر يعني اصبحت كمان لها ثقل دولي فيما يتعلق بصادرات الغاز دوليا، وده اللي بياكد ان الاحلام من الممكن ان تتحقق، ولكن بالعمل بالاجتهاد. مصر بالفعل اشتغلت على انها تصبح المركز الاقليمي للطاقه، وبالفعل حققت هذا الهدف، ليس فقط على صعيد الغاز فقط، ولكن ايضا نتحدث الان على ربط كهربائي مهم جدا مع دول الجوار، ليبيا، السودان، اليونان وقبرص. الان يعني في القريب العاجل ان شاء الله يكون هناك الربط، ايضا المملكه العربيه السعوديه، وايضا انت تصدر الغاز سواء عبر الشحنات المساله او عبر الانابيب التي سوف تمد الى اليونان وقبرص. وكما تفضل السيد الرئيس وتحدث ايضا عن وصول الغاز المصري في المستقبل لمنطقه البلقان واوروبا الوسطى، وبالتالي انت المركز الاقليمي للطاقه المستقر، لان ايضا انت لم تستغل هذا الملف كما كنا نتحدث عن ملف اللاجئين، انك لم تستغل الملفات التي لديك وبحوزتك في الضغط السياسي، ولكن جردت هذه الملفات لاحداث علاقات جيده، وبالتالي الملف الغاز في مصر هو ملف اقتصادي بحت مجرد من اي سياسه، وبالتالي هو ناجح والجميع ياتي الى القاهره للاستفاده منه في ظل توترات في ملف الطاقه عالميه. يعني الان احنا بنشوف ازاي ان ملف الطاقه الان هو بيمثل اوراق ضغط ما بين القوى الكبرى، ولكن السوق المصري المتعلق بنقل الغاز او الكهرباء هو سوق امن، عشان كده بنجد ان الشركاء الاوروبيين وايضا الاسيويين الان والعرب طبعا بيسعوا للاستفاده من مخرجات مصر من الغاز ومن الكهرباء، وبالتالي نحن نحقق المزيد من التنميه ومن الرخاء ومن المكتسبات نتيجة هذا الاستقرار ونتيجة هذا العمل الدؤوب في ملفات لم تكن على طاولة الاقتصاد المصري من قبل. هذه مستحدثات اقتصادية مهمة جدا للدولة المصرية. صحيح. خلونا نروح لملف آخر، وهو الحقيقة برضه هو الملف الأحدث في يعني مصر الآن، وهو الخاص بالأحداث والمناسبات الهامة اللي بتشهدها مصر في مجال الآثار. دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قال إن عام 2022 سيشهد حدثين هامين، هما الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، و200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة، بالإضافة لافتتاح المتحف المصري الكبير. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالعاصمة الإسبانية مدريد، واللي شهد إقبال
استقبالا كبيرا من ممثلي وسائل الاعلام الاسبانيه من صحف ومجلات، واللقاء بياتي في اطار الزياره الحاليه التي يجريها الوزير للعاصمه الاسبانيه للمشاركه في اعمال الدوره رقم 114 للمجلس التنفيذي لمنظمه السياحه العالميه. يعني احنا عندنا رئيس الحكومه في مصر ووزير الاثار والسياحه في مدريد. فكره اولا ان احنا عندنا الحقيقه بقى عندنا مناسبات، يعني او هو مصر ليها طبعا تاريخ كبير قوي، بس فكره اكتشاف 100 عام على مقبره توت عنخ امون، وانا شخصيا و200 عام على فك رموز الكتابه المصريه، اللي يمكن احنا مع الاحتفالات اللي فاتت دي بدانا نحس، وانا شفت دعوات كتيره قوي ان احنا محتاجين ان ندرس اللغه الهيروغليفيه بتاعتنا في المدارس، لأن الناس استصاغتها من خلال الترانيم والحاجات اللي كانت بتقال في المعابد. شايف حضرتك الأحداث والمناسبات دي، أنا بتهيألي إنها رجعت مصر بقوة وبشكل مختلف أمام العالم. أكيد. اللي هي مصر الهرم والجمل دي ما عادتش موجودة. يمكن يعني أول مرة نلاقي مصر بتسوق لنفسها بنفسها. صحيح. وبتروج لنفسها بنفسها. كنا دايماً بنعتمد في السابق على شركات تأتي لعمل بعض الإعلانات، بنشوف بعض الأفلام الترويجية بيتم عملها وإذاعتها في الخارج، ولكن أول مرة تجد منتج تسويقي للدولة المصرية صنع في مصر. صحيح. ومخرج نابع من الحضارة بالفعل المصرية وبعث جديد للحضارة المصرية. يمكن حتى أنا كتبت مقال كان عنوانه هذا هو البعث الذي كان يقصده القدماء المصريين. صحيح. أنك تبعث هذه الحضارة، يعني فكرة أنك تقتصر فقط على مفهوم البعث، أن هم كانوا بيظنوا بس أن هم هيحيوا بعد الموت مجددا، لا ده أنت بتبعث هذه الحضارة مجددا إلى النور. صحيح. بتطلعها من جديد وبتظهرها من جديد وبتنفض عنها الغبار. يعني أنك أنت في 2021 تستمع لترانيم كتبت منذ آلاف وآلاف الأعوام الآن، هذا أيضا إعجاز يحسب لي الجيل الحالي. وبالتالي أنا أعتقد أن الدولة المصرية الآن بتحيي الحضارة المصرية القديمة، بتظهرها في ثوب جديد، وأيضا بتدمج ما بين مصر الحديثة المتطورة المتقدمة وما بين هذه الحضارة العريقة. يعني ما شاهدناه في موكب الخاص بمتحف الحضارة أو ما حدث في الأقصر لم يكن فقط إعلاء أو يعني نمط تقليدي للشكل الفرعوني القديم، ولكن أيضا كان هناك مزج ما بين مصر الحاضر وما بين مصر الماضي العريق. وبالتالي أنا أعتقد أن ما تحدثه مصر الآن من مهرجانات ومن احتفاليات هو أمر من قبل 10 سنين كده كان أقصى حاجة في استراتيجيات السياحة البروشور، اللي هو نوزع بروشور على شركات السياحة العالمية علشان نقول لهم والله إحنا عندنا بروجرامز كذا وكذا وكذا وكذا، يعني اللي هو ده كان أقصى إيه اللي احنا بنفكر في التخطيط فيه. انت دلوقتي مصر تتحدث عن نفسها بالظبط، انت مش محتاج تقول لي وكالات الانباء العالميه انا عايز اعمل او تعالى، لا انت هو جميع مجبر هو اللي جاي لك بالظبط ان هو ياتي ليرى هذه العظمه، ليرى كيف يحقق الاحفاد الان او يحيي الاحفاد الان امجاد. صحيح. الاجداد. وبالتالي انا اعتقد ان وزاره الاثار في الحقيقه يجب ان تشكر، ووزير الاثار يجب ان يشكر، وطبعا القياده السياسيه المصريه التي تدعم هذه التحركات المهمه للغايه ايضا بنوجه لها كافه التقدير والاحترام والشكر، لان بالفعل اراده سياسيه مع عمل فني دؤوب من وزاره الاثار كلها امور تضافرت طبعا مع مجهودات اخرى طبعا تامينيه من وزاره الداخليه والقوات المسلحه المصريه وكافه اجهزه الدوله بنجدها حاضره الان للترويج لمصر القديمه والحديثة. صحيح. معا الآن الجميع يشهد أن الأحفاد بالفعل يستحق هذه الحضارة العظيمة، بل أنهم قادرون على الحفاظ عليها والمضي بها إلى المستقبل. صحيح. نروح لخبر آخر، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أهمية تعليم الإناث في مصر، مؤكدة على أحقية التعليم لكل إنسان، خاصة أن تعليم المرأة بيساعد في تأسيس مجتمع واعي متحضر، لأن المرأة هي نصف المجتمع وتمنح المجتمع النصف الآخر في تعليمها. ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أرقاما عن تعليم الإناث في مصر، كاشفة أن نسبة الأمية بين البالغين في مصر تبلغ حوالي 25.8% من إجمالي عدد السكان، بتشكل النساء ثلثي هذه النسبة، وذلك وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2021، متابعة أن نسبة الأمية بين مستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وصلت لـ 62.5% و
75% من هذه النسبة سيدات، وتحت شعار أنتم أبطال أسرتكم بتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي أطلقت بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وبتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل. الحقيقة يعني أنا مش الأرقام نفسها اللي في الخبر، أنا مش عارفة هل إحنا النهاردة بعد يعني إحنا داخلين على أعتاب 2022 وبنتحدث إن إحنا عندنا أمية في النساء، إحنا الخبر كان ناقص يقولي هو العدد قد إيه أصلا، يعني أنا كنت محتاجة أعرف هو التلتين هما 25.8% نسبة الأمية في البالغين في مصر من إجمالي عدد السكان، بعدين النسبة دي ما بتقلش. انت يعني لو بنتابع الاحصاءات بس سكرية. المفترض ان الثقافه اختلفت وبقى في عندي ناس كتير، يعني ما عادش عندي فكره ان البنت ما تروحش المدرسه. انا اعتقد حتى في صعيد مصر الامور اتغيرت طبعاً. وبعد كده كمان فكره وجود الان مبادرات زي حياه كريمه ومبادرات مهتمه بيك بالمراه وبصحه المراه وب يعني توعيه المراه، كلها امور بتدفع لي كمان مساهمة في هذا الوعي الجمعي لدى النساء المصريات. ايضا هذا الخبر له شق اخر، حينما نتحدث عن تمكين المرأة البعض يظن أن تمكين المرأة فقط سياسيا، أن تصبح وزيرة أو قضية أو تمكين اقتصاديا وصحيا بالظبط يعني ده اللي أنا عاوز أوصل، أن ده جزء من تمكين المرأة. أنك تمكنها من التعليم، أنك تمكنها صحيا، أنك تمكنها اقتصاديا، تقدر لو هي مرأة معيلة تقدر تصرف على أسرتها، أنها تقدر حتى تساهم في رعاية أبنائها. وبالتالي اقتصار مفهوم التمكين على الشق السياسي فقط هذا أمر أيضا يجب أن يدرك الجميع أنه غير صحيح. وبالتالي ده من ضمن جهود الدولة، أنا أرى كده أنه هو من ضمن جهود المرأة الدولة لتمكين المرأة المصرية، وبالتالي جهود مهمة للغاية. نعم النسبة نريد أن نقرأها في المستقبل منخفضة، وهنا بقى بنعول على جهود وزارة التضامن طبعا والتعليم وكافة يعني الوزارات المعنية في هذا الأمر، وأيضا بنعول على المبادرة الكبيرة حياة كريمة لها دور الآن أيضا في هذا الأمر، لأن حياة كريمة مش مبادرة فقط لها علاقة بالحجر، ولكنها أيضا لها علاقة بصناعة الإنسان أو بترميم ما أحدثته يعني أخطاء الماضي فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري. صحيح. وبناء المدارس الآن قائم، وبناء المنظومة الصحية الآن قائم في القرى وفي المراكز. وبالتالي أعتقد أن بعد اكتمال مبادرة حياة كريمة سوف نجد أيضا هذه الأرقام إن شاء الله تنخفض بشكل كبير جدا إن شاء الله. خلونا بقى نروح للشأن الليبي، لأن محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس أعادت رئيس الحكومة عبد الحميد لبيبة إلى السباق الرئاسي فعليا بعدما رفضت الطعون المقدمة ضده من قبل منافسيه. كانت المحكمة قبلت يوم الحد الماضي طعنا تقدم به عدد من المرشحين الرئاسيين ضد ترشح لبيبة، من بينهم خصمه في منطقة الغرب الليبي فتحي بشغغة، واستند الطعنون في طلبهم إلى عدم تقديم رئيس الحكومة ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، مثلما بتنص عليها المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس. لكن دبيبة تقدم بطلب استئناف ضد تلك الطعون مستندا إلى أسباب قانونية لتحكم لجنة الاستئناف لصالحه وتعيده إلى السباق الانتخابي كأحد أبرز المرشحين للفوز بالرئاسة، وده حكم نهائي ونافذ وبتتولى مفوضية الانتخابات تنفيذه. في المقابل لا يزال سيف الإسلام القذافي وأنصاره بينتظرون في جنوب البلاد القرار الحاسم اللي هيحدد مصير ترشحه، غير أن مصير الجلسة اللي ستبت في هذا الطعن الذي تقدم به ضد قرار استبعاده من الانتخابات لا يزال غير واضح بعدما اعتذرت الهيئة القضائية في محكمة سبها عن النظر فيها لأسباب قال عنها وزير الداخلية خالد مازن أنها أمنية. وضع في ليبيا كل يوم يعني احنا مع ترشح رئيس الحكومة قلنا طب ما هو المفروض ان هو يتوقف وده في القانون عندهم، المحكمة قالت لا بعد ما طعن، النهارده احنا بنتكلم عن سيف الإسلام القذافي. شايف الامور ازاي؟ المشهد الليبي ازاي؟ شايف ان الانتخابات الليبية انتخابات حتمية ويجب ان تتم، وهنا الإرادة الشعبية الليبية يجب ان تنجز هذا الامر. لن اتحدث في هذا الخبر عن المرشحين، ولكني اريد ان اتحدث عن الناخب. احنا بنتكلم على 2.5 مليون. احنا عايزين نتحدث عن الانتخابات نفسها انها تتم يعني في وسط الهيصه دي. هو كلمه السر الناخب، عشان كده عاوز اوجه كلامي للناخب اللي المرشح هو مرشح يعني تحكمه قواعد القانون، سواء كان سوف يكون ضمن القائمه النهائيه او لا، ده بيحكمه القضاء. ولكن
بنتكلم على 2.5 مليون ما يقرب، يعني 2.5 مليون داخل ليبي. صحيح. المميز او اللي يلفت الانظار ان يمكن نصهم من المراه. يعني عندنا عدد كبير من 50% النساء، 50% سيدات بالظبط. وده هنا دائما النساء لهم كلمه السر الان في استقرار الاوضاع الداخليه في المنطقه، وده حدث في التجربه المصريه وحصل وحدث في كثير من التجارب المحيطه بنا. وبالتالي انا اعتقد ان الناخب الليبي عليه ان لا يتنازل عن حقه في اجراء هذه الانتخابات، وان يذهب الى صندوق الاقتراع وان ينتخب من يشاء، ولكن 24 ديسمبر هو تاريخ مفصلي فاصل، ولا يجب ان نتحدث عن رفاهيه تاجيل او رفاهيه عدم الذهاب الى صناديق الاقتراع. وبالتالي الامر المتعلق كما تحدثنا بالمرشحين هذا سوف يخوض الانتخابات او لا، ده متروك للقضاء الليبي. وفي الاخر ده في مصلحه يجب ان يتم اعلائها، فكره صحيح. الدوله الوطنيه الليبيه. صحيح. وهنا يجب ان يعني او تتراجع فكره الجهويه والقبليه والمصالح الشخصيه، والمصالح الضيقه والشخصيه، وان يتم الاعلاء او اعلاء المصلحه الوطنيه الليبيه. ننتظر انتخابات حقيقيه. صحيح. وهناك دعم الان دولي، مؤتمر باريس الاخير كله بيدعم ليبيا واجراء الانتخابات، كثير من الدعم حتى على صعيد اللوجستي. الامم المتحده لديها خطه عمل جيده جدا، كل دول الجوار على استعداد انها تكون بجانب الشقيقه الليبيه. المجتمع الدولي الان كله بيدعم استقرار ليبيا، فقط الإرادة الشعبية الليبية يجب أن يكون لها الصوت الآن، وإعلاء المصلحة الوطنية وإعلاء مصلحة الدولة الوطنية والمرور إلى الانتخابات، نظرا أن ليبيا لديها الكثير من المقومات التي تؤهلها إلى النهوض والتقدم في المرحلة القادمة. نتحدث عن عدد سكان صغير ليس بالكبير، ونتحدث أيضا عن مقومات اقتصادية كبيرة جدا. وبالتالي ينقص ليبيا فقط هو الاستقرار السياسي والأمني. أنا يعني بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي والباحث السياسي أستاذ جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا ليك. شكرا جدا. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم صباح البلد.